اهلا بحضراتكم مره تانية. في مواجهتنا النهارده هنتكلم عن حصاد القمه البريطانيه الافريقيه، والى اي مدى بتؤسس لعهد جديد بين التعاون بين بريطانيا والقاره الافريقيه في مجال التنميه، وايضا بريطانيا ومصر على شكل خاص، وايضا كيف ساهمت لقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار الشخصيات في المملكه المتحده في زيادة التعاون الاقتصادي بين القاهرة ولندن. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الفقرة سيادة السفير محمد شاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك. أهلا بك. خليني أبدأ في البداية كالعادة بأهمية القمة البريطانية الإفريقية ودلالة توقيت انعقدها. شوفي، أهمية هذه القمة أنها بتوضح التهافت على أفريقيا، جاذبية أفريقيا. احنا في الفترة القصيرة الماضية شفنا عدة قمم، قمة أفريقية روسية صينية أوروبية، فده بيوضح أن العالم كله بيتجه إلى أفريقيا. أيضا المحفل سياسي ضخم 53 دولة أفريقية مجتمعة، اللقاءات الجانبية بتشكل جزء هام جدا من هذا اللقاء. النظرة رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون قال لك احنا عايزين نبدأ بداية جديدة مع أفريقيا. رئيس الوزراء السابق توني بلير قال نفس الكلام، عايزين نبدأ بداية جديدة. وده شيء مهم جدا، لأن الماضي بالنسبة لبريطانيا والقوى الاستعمارية في أفريقيا كان ماضي صحيح مظلم ومجحف وغير منصف. عايزين نبدأ بداية جديدة يستفيد فيها الطرفين ويحقق الرخاء والاستقرار للجميع. طيب سيادة السفير، طبعا هنتكلم عن العلاقات البريطانية الأفريقية، ولكن يمكن كلنا تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي الصور اللي انتشرت لي السيد الرئيس مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، وهو يعني رئيس الوزراء البريطاني بينحني ليحيي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن كمان خرج عن نطاق البروتوكول وراح استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الزيارة. في نظرة مختلفة لمصر في هذه الأثناء، هل بتعود هذه النظرة أن مصر رئيس الاتحاد الأفريقي هذا من جانب في هذا العام، وممكن تكون هي بوابة الاستثمار لأفريقيا؟ ده من جانب. من جانب آخر يمكن نبص للموضوع بمنظور آخر، أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي أو ستخرج في نهاية هذا الشهر، وبالتالي هي بتبحث عن بوابة استثمارية جديدة. يعني شوفي، بغض النظر عن البوابة الاستثمارية الفرص الاستثمارية، هذه هي مصر طبعا، وهذا هو رئيس مصر. مصر دولة ذات حضارة عريقة، مصر دولة ذات وزن على الساحة الدولية، مصر دولة مؤسسة للأمم المتحدة، مصر دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي، مصر دولة مؤسسة لحركة عدم الانحياز، مصر دولة مؤسسة لجامعة الدول العربية. مصر حجر الزاوية في استقرار وأمن المنطقة العربية والشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وأفريقيا. كل ده يجعل أي زعيم ذو رؤية يبجل ويوقر مصر ورئيسها. طيب فيما يتعلق بأفريقيا، هل ستكون أفريقيا بوابة للاستثمار في بريطانيا بدل الاتحاد الأوروبي؟ يعني شوفي، من الصعب أن نطمح إلى هذا في هذه المرحلة. الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية وسياسية هائلة. يعني المهم جدا ان احنا نواجه بريطانيا ونواجه الصين كجبهة موحدة، لا قبل لدولة افريقية واحدة ان تجابه هذه القوى منفردة. يعني هديلك مثال صغير جدا. افريقيا اللي هي 53 دولة وبيقتنها مليار وربع عدد سكان أفريقيا، صادراتها أفريقيا كلها 282 مليار دولار، 53 دولة تعدادهم بليون وربع. بريطانيا لوحدها صادراتها 490 مليار، فهناك فرق هائل.
لا نستطيع أن نقول أن أفريقيا ستكون بديل عن الاتحاد الأوروبي، ولكن أفريقيا دولة لها جاذبية خاصة، دولة ثرية ثراء هائل بالموارد الطبيعية. هناك طلب متزايد النهاردة، كان التهافت على أفريقيا بيمثله الدول الأوروبية وحتى منتصف القرن العشرين. النهاردة دخلت الصين في المعادلة، دخلت الهند في المعادلة، دخلت كوريا الجنوبية في المعادلة، فأصبح هناك زخم وطلب هائل على الموارد الأولية اللي هي لا يستطيع أحد أن يوفرها قدر ما تستطيع أفريقيا. طيب سيادة السفير، يعني خلينا يمكن كمان نستشهد في كلام حضرتك بهذا الانفوجراف عن حجم التعاون التجاري بين بريطانيا وإفريقيا الفترة الماضية. هنشوف دلوقتي الانفوجراف، بس يمكن حضرتك، طب خلينا نشوف الانفوجراف ونرجع تاني نسأل حضرتك. هذه الأرقام من سيادة السفير؟ هي أرقام مشجعة ولكنها لا ترقى إلى طموحاتي. ليه؟ يعني شوفي التجارة بين أفريقيا وبين المملكة المتحدة أو غيرها من الدول، المشكلة في أفريقيا ليست التبادل التجاري بقدر ما هي قصور التصنيع. يعني مفيش قارة أو دولة تستطيع أن تحقق الرخاء بتصدير المواد الخام. يعني شوفي انت عندك غرب افريقيا مثلا بتصدر الكاكاو الى اوروبا، يتحول الكاكاو هناك الى شوكولاته ويرتفع، يتضاعف سعره يمكن 20 او 30 ضعف. الماس بيستخرج من افريقيا ويثقل في هولندا وفي بلجيكا، النحاس بيطلع من زامبيا وبيتحول الى اسلاك وكابلات في اوروبا. يعني منذ بضعة أيام كنت بحضر ندوة وقيل فيها معلومة طريفة جدا، إن في مجال البتروكيميكلز في مادة أظن بولي إيثيلين أو شيء من هذا القبيل، الكيلو منها ثمنه 2 ولا 3 دولار. بيصنع منها دعامات القلب، الدعامة وزنها 100 جرام صحيح. بتتباع ب 700 دولار صحيح. شوفي الفرق الهائل. القيمة المضافة هي دي السبيل إلى تحقيق التوازن مع القوى الكبرى اللي أفريقيا بتتبادل معاها تجاريا.
طيب خليني أقف مع حضرتك في هذا الشأن تحديدا على كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيد الرئيس تحدث عن ضرورة وجود تكامل اقتصادي أكثر عدالة بين بريطانيا وأفريقيا، ما الذي توقفت أمامه في هذا الشأن سيادة السفير؟ يعني ده شيء مهم جدا، يعني إحنا أن ننظر إلى الاستثمارات أو ننظر إلى التبادل التجاري دون أن ننظر إلى العدالة في هذه العملية. يعني هناك استثمارات هائلة ممكن تحصل، يعني مثال على هذا ما حدث في القرن ال19، ليس هناك استثمار كان أكبر من قناة السويس، ولكنه كان استثمار مجحف بحقوق مصر ولم يحقق التوازن في المنفعة بين الطرفين. هناك أيضا قضية الضوابط الجمركية اللي بتضعها الدول للسماح بدخول سلع الأفريقية، هذه أيضا أمر مهم جدا يجب أن نتغلب عليه حتى نستطيع أن تتدفق التجارة بحرية وبيسر يحقق المنفعة للجميع. طيب بشكل عام سيادة السفير فيما يتعلق بالقمم الأفريقية تحديدا، يعني نحن اليوم نشهد القمة البريطانية الأفريقية، وربما كان قبلها عدد أيضا من القمم التي جمعت بين أحد الدول العظمى وبين أفريقيا على شكل خاص. كيف ترى يعني هذه القمم في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي؟ يعني مما لا شك فيه إن التحرك الأفريقي شهد زخم غير مسبوق أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وهذا يعني شيء طبيعي لأن مصر دولة لها خبرة سياسية كما ذكرت قبل هذا، دولة مؤسسة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وحركة عدم الانحياز، فلدينا طراف دبلوماسي وطراف في السياسة الخارجية بنسير على نهجه النشط. برجع أقول لك برضو القضية هي قضية تكافؤ بين الأطراف، يعني إحنا النهاردة من ضمن الأشياء المشجعة اللي أثيرت في هذه القمة هو بدء الحديث عن مرة أخرى عن طريق القاهرة كيب تاون، وأيضا الحديث عن طريق القاهرة نواكشوط. أفريقيا هي القارة الوحيدة في العالم التي لا يوجد فيها خط طريق بري يربط شمال القارة بجنوبها، ولا طريق بري يربط شرق القارة بغربها. ده شيء الحقيقة نقيصة كبيرة. يمكن السيد الرئيس تكلم في هذا الموضوع وقال ان احنا محتاجين ان احنا نركز على ما يتعلق بالبنى التحتية تحديدا. طبيعي البنى التحتية هي اساس صحيح. اذا نظرتي الى الاتحاد الاوروبي يعني لم ينشأ من فراغ، انت نظرتي الى خريطة هتجي شبكة عنكبوتية من الطرق البرية والسكك الحديدية والعبارات والأنفاق والجسور تربط الاتحاد الأفريقي ببعضه. يعني احنا مصر مثلا كانت بتستورد لحوم من الأرجنتين والبرازيل في حين ان السودان ملاصقة لمصر، انما المشكلة في عدم وجود البنية التحتية التي تشجع على التبادل التجاري بين الأطراف المختلفة. كل دولة عظمى عندما يعني تتم أو تقوم بطرح استثمارات مع أحد القارات، يعني هنا كل دولة بتبحث عن مصالحها. لو تكلمنا عن بريطانيا تحديدا، ما هي نقاط القوة اللي بتدور عليها بريطانيا داخل أفريقيا تحديدا سيادة السفير؟ يعني شوفي بريطانيا أو أي دولة بتتعامل مع أفريقيا بتضع نصب عينيها شيئين في غاية الأهمية. أولا المواد الأولية أفريقيا غنية بها، النحاس، الذهب، الأخشاب، كل دي، البترول، كل دي يعني مواد أولية محتاجة لها الدول من أجل الصناعة. أيضا أفريقيا قارة فقيرة جدا في البنية التحتية، ومحتاجين لإقامة طرق، محتاجين لإقامة مطارات. يمكن أي مستثمر بيبحث عن البنية التحتية في أي بلد عشان يجي يستثمر، عشان يجي ينفذ هذه المشروعات الضخمة. إضافة لهذا طبعا كما قلت لك أن أفريقيا بليون وربع، تمثل سوق هامة جدا لأي مصدر أو أي واحد يبحث عن التبادل التجاري، فكل دي يعني عوامل
جذب مهمة جدا للقارة الأفريقية. طيب خليني أنتقل مع حضرتك إلى محور آخر سيادة السفير، وهو لقاءات السيد الرئيس على هامش هذه القمة. يمكن حضرتك تكلمت سريعا عن هذا المحور في البداية، ولكن خلينا يمكن نلقي مزيد من الضوء على هذا الملف. يمكن كان في لقاء للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني. أشاد فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال لقائه برؤية الرئيس الاستراتيجية في مجال التنمية، واللي حققت نتائج واضحة وملموسة خاصة في المجال الاقتصادية والاجتماعية. رأيك يا فندم أو دلالة ده؟ يعني شوفي برضو ده نظرة من الواقع. يعني أنت إذا نظرت إلى مصر في خلال الفترة القصيرة جدا نسبيا الماضية، تجدي أن عدد الطرق التي أقيمت، عدد الأنفاق التي أنشئت، عدد الجسور، كل دي عناصر البنية التحتية. ودي أهميتها ليست فقط في أن انها هتفيد مصر داخليا، لا، هتفيد مصر خارجيا، لان احنا يجب ان نسوق هذه التجربه. المهندس المصري بنى شبكه هائله من الطرق في مصر، المهندس المصري عمل عدد من الانفاق تعبر قناه السويس، المهندس المصري عمل عدد من الجسور. فبالتالي احنا بنتكلم على ان افريقيا داخله على منطقه، على فتره بناء البنيه التحتيه. فعندما نسوق التجربة المصرية، نسوق المهندس المصري، نسوق العامل الماهر المصري، كل ده هيؤدي إلى استمرار دور مصر. مصر الخبرة المصرية، المهندس المصري، العامل المصري كان له دور كبير في بناء منطقة الخليج، كان له دور كبير في بناء ليبيا، كان له دور كبير في بناء دول أفريقية كثيرة. يمكن على ذكر الأزمات اللي بتمر بها المنطقة، كمان بوريس جونسون أكد على أن مصر لها دور كبير ومحوري ولها ثقل استراتيجي فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، وليها وجهة سياسية محترمة فيما يتعلق بأزمات الشرق الأوسط. كيف ترى هذا الحديث فيما يتعلق بالتصرفات المصرية في منطقة الشرق الأوسط أو الرؤية السياسية المصرية في الشرق الأوسط؟ شوفي، مصر وضعت المحيط، محيطها الجغرافي، دائما نصب عينها. يعني مصر بقالها 70 سنة بتجاهد في القضية الفلسطينية. مصر منذ نشوب الأزمات في العراق وكان لها دور في محاولة حلحلة الوضع في العراق، محاولة حلحلة الوضع في سوريا، بتحاول أن تضبط الأمور في ليبيا، بتحاول أن تتصدى للقضايا المحورية في أفريقيا في حوض البحر المتوسط. إذا مصر دولة نشطة في السياسة الدولية وفي السياسة الإقليمية وفي مجالها الجغرافي الحيوي. نعم. طيب يمكن خلينا ننوه ان يمكن كان في لفتة بريطانية سابقة وهو رفع حظر الطيران لشرم الشيخ. شايف القرار ده ازاي يا فندم، وايه دلالته في هذا الوقت؟ يعني شوفي، هو تصويب لخطأ. يعني كان هذا قرار مجحف وقرار غير منطقي. يعني هناك طائرات بتتعرض لحوادث في جميع انحاء العالم، في الولايات المتحدة، في روسيا، في إيران، في كل العالم. نعم. فكون ان احنا ننتقي مصر نتيجة لحادث لطائرة ونفرض حظر على الطيران على مصر، فده اعتقد انه كان قرار غير سليم وقرار غير ودي، واعتقد ان هناك محاولة لإصلاح هذا العطب في السياسة البريطانية. إلى أي مدى يا فندم يعني عودة الطيران البريطاني إلى مصر مرة أخرى وتحديدا شرم الشيخ سيسهم في عودة السياحة البريطانية بشكل كبير الفترة اللي جاية؟ شوفي، مصر دولة لها جاذبية سياحية. ليست هناك دولة لديها ما تقدمه في المجال السياحي قد مصر. المجال الحضاري، المجال الترفيهي، المجال السواحل والغوص وإلى آخر هذا الكلام. فأنا أعتقد أنه يعني برضو هذا القرار البريطاني جاء نتيجة لضغوط من المستهلك البريطاني للسياحة
في مصر. يعني أعتقد أن البريطاني لم يكن راضيا عن هذا التصرف، وكتير كانوا بيجوا برضو بالرغم من الحظر عن الطيران البريطاني، إنما كانوا بيجوا بوسائل. كانت بتمثل قد إيه تقريبا نسبة السياحة البريطانية في مصر؟ لا للأسف ما أقدرش، ما عنديش أنا علم بهذا، ولكن ال 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 الأثر المعنوي أكتر من الأثر المادي. لما تيجي النهاردة دولة، وبريطانيا دولة كبيرة طبعاً، يعني دولة عضو دائم في مجلس الأمن، دولة لها كيانها، لما تعلن مثل هذا القرار بيبقى له تأثير معنوي على الوضع السياحي. وأعتقد أن احنا مصر تخطت هذه العقبة وواجهتها بصلابة، ولا يصح في النهاية إلا الصحيح. طيب على هامش أيضا قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، كان في لقاء للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير ويليام نجل ولي عهد بريطانيا. أيضا في ذات السياق زي ما تكلمنا قبل كده، الأمير ويليام رحب بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكد أن بريطانيا بتكن كل تقدير لمصر سواء كان على المستوى الرسمي أو الشعبي، وأشاد بخطة الإصلاح الاقتصادي المصري. إيه اللي حضرتك بتتوقف أمامه هنا، خصوصا مع التأكيد البريطاني المتكرر والمستمر على دور مصر المهم في المنطقة؟ يعني شوفي، طبقا للنظام السياسي البريطاني هذه علاقة، يعني هذا لقاء مراسمي، لأن العيلة المالكة في بريطانيا ليس لها دخل في السياسة، ولكن نوع من التكريم لزعيم ولدولة ذات وزن، زعيم سياسي ذو ثقل في الساحة الإقليمية والساحة الدولية. فكان هذا اللقاء مع ابن ولي العهد، لأنه هو ده المستقبل. ولي العهد تجاوز 70، فالمستقبل هو لابن ولي العهد. فأعتقد أن دي كانت لفتة مراسمية تكريمية لمصر ولمصر. في يمكن كمان حاجة عايزين نتكلم عليها سيادة السفير، إن قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية كانت بدأت بكلمات لرواد الأعمال، وبعد كده انتقلت إلى عقد عدد من جلسات النقاش وورش العمل بين المشاركين جلسات. يمكن مصر كانت تجربتها في هذا الملف سواء كان على منتديات الشباب أو المنتديات اللي عقدت الفترة الماضية في مصر، شايف إزاي يا فندم يمكن النظر إلى التجربة المصرية في هذا الشأن؟ والبعض بيقول أنه كان في استفادة بريطانية فيما يتعلق بهذه التجربة. يعني شوفي، برضو بقولك إحنا يجب أن نعمل على تسويق التجربة المصرية زي ما قلتلك في عملية بناء البنية التحتية في مصر، نسوق للمهندس المصري. عندنا تجارب أخرى الحقيقة يعني مثيرة للإعجاب، مثلا مواجهة فيروس سي والجهد الصحي لتوفير الصحة للإنسان المصري. دي تجربة، خاصة إذا كنا بنتحدث على قارة زي أفريقيا. يعني قارة أفريقيا دي المرض جزء خطير جدا من مشاكلها. يعني شوفي، عندك الأمراض المتوطنة في أفريقيا بدءا من الملاريا إلى الحمى الصفراء إلى الإيبولا إلى الإيدز، كل دي بتستنزف ظاهرة شباب أفريقيا. فلما إحنا برضو بنسوق للتجربة المصرية في مواجهة الفيروس سي، إحنا حققنا برضو نتائج هائلة في مجال البلهارسيا. كل ده يجب أن نسوق لي، يجب أن يكون للطبيب المصري دور في الحرب الضروس اللي بتشنها الأمراض ضد أفريقيا. يمكن زي ما حضرتك قلت في سياق حديثك أنه لازم يكون هناك تسويق للمنتج المصري أو المهندس المصري زي ما حضرتك قلت. بوريس جونسون في حديثه امبارح اتكلم على أن بريطانيا بنت إمبراطورية في التعليم الجامعي، شايف إزاي التجربة المصرية المشابهة هنا في مصر مع محاولة يمكن الدولة في الفترة الماضية أن هي تعمل على تقديم التعليم المصري أو أن هي تقدم يمكن تطوير في هذا الملف؟ برضو يعني شوفي، مصر لها تراث قديم في مجال التعليم. يعني البعثات التعليمية المصرية في العديد من الدول الأفريقية كان لها دور فعال وفتح باب الدراسة للطلبة الأفارقة
في مصر. نعم. برضو ده كان ليه دور كبير. وبعدين يعني عدد الجامعات الجديدة التي نشأت في مصر، كل التفاعل في مجال التعليم مع مختلف التجارب. يعني احنا عندنا جامعات مع ألمانيا ومع بريطانيا ومع أمريكا ومع فرنسا، كل ده العلم ليس منغلق، لا يمكن أن تقول أن أنا يعني هحط نفسي في بوتقة وأعلم شعبي. لا، العلم ده عابر للقارات. فإذا لم تتفاعلي مع التجارب العلمية لباقي الشعوب وباقي الدول سيكون هناك ركود في المجال التعليمي. صحيح. السيد الرئيس في خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي أو رئاسة مصر تحديدا للاتحاد الأفريقي هذا العام، دعني أسألك إن كنت تتفق أو لا تتفق سيادة السفير. البعض يقول أن سيادة الرئيس صعب المهمة على أي دولة تعمل على رئاسة الاتحاد الأفريقي بعده، بعد كل يمكن الإنجازات اللي حصلت العام الماضي في أفريقيا تحديدا أو التسويق الأفريقي على مستوى العالم. شوفي، إحنا نتمنى النجاح والتوفيق لمن يخلفنا، وهذا لا يقلل من إنجازنا في شيء. طبعا. إحنا بننظر إلى المصلحة الأفريقية دون شوفنية وإن إحنا عملنا ومحدش هيعمل زينا. لا، نتمنى إن من يخلفنا يعمل زينا حتى تستمر المسيرة، لأن إذا يعني ركض التحرك بعد ما قمنا به سيكون مجهودنا قد ذهب هباء وسدى. إنما إذا من حمل الراية بعدنا استمر بالزخم وبالنجاح اللي احنا حققناه، يبقى وضعنا لبنة فوق لبنة ليرتفع الجدار ويرتفع البنيان. صحيح. ايضا يمكن امبارح تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين القارة الافريقية وبين بريطانيا، وايضا بشكل اخر بين بريطانيا وبين مصر تحديدا. كيف تبعت هذه الاتفاقيات سيادة السفير؟ يعني دي اتفاقيات مهمة بالنسبة لمصر. الاتفاقية التي وقعها الصندوق السيادي بمبلغ يعني 3 مليار، يعني ده طبعا مبلغ ضخم جدا، وستكرس هذا برضو للبنية التحتية، وسيكرس هذا برضو لتمكين المرأة والشباب. فبعتقد ان دي اتفاقية من الناحية الاقتصادية هامة جدا، ومن الناحية الاجتماعية برضو هامة جدا. طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي في هذه الفقرة سيادة السفير محمد الشاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جدا لحضرتك. شكرا لك سيدي. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل وبعده نرجع مع مواجهتنا الثانية النهاردة مع الكاتبة أميرة بهي الدين، وقراءة في أهم الملفات المطروحة سواء كانت على الساحة محليا وخارجيا. ولكن قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل أسيبكم مع تقرير عن تخليد ذكرى شهداء الشرطة بإطلاق أسمائهم على مدارس في سوهاج وأسيوط والجيزة وإنا. لافتات تزين مدارس الجمهورية تحمل أسماء شهداء الشرطة الذين افتدوا هذا البلد بأرواحهم. على بعد عدة أمتار من مسقط رأسه بمدينة سوهاج، تم تسمية واحدة من أكبر مدارس المحافظة باسم الشهيد البطل اللواء نبيل عبد المنعم فراج مسعود، مساعد مدير أمن الجيزة والذي استشهد أثناء عملية أمنية لتطهير منطقة كرداسة من البؤر الإرهابية. تم تكريم الشهيد بعمل مدرسة باسمه مثله مثل الشهداء الذين كرموا في محافظة سوهاج. دائما يعني بندي دائما في بداية العام الدراسي بندي نبذة للطلبة وبنعرفهم ان المدرسة سميت ليه باسم الشهيد اللواء نبيل فراج. وهنا في أسيوط تجد لافتة تحمل اسم مدرسة الشهيد رائد شرطة أحمد جلال الذي استشهد على الحدود المصرية، وتم كتابة اسمه على واحد من أكبر الميادين الرئيسية بمدينة أسيوط. في ميدان مكتوب باسم الشهيد أحمد جلال، وده شهيد طبعا ابن أسيوط ابن مصر بصفة عامة. بيبقى هذا الميدان ميدان يشمل جامع وكنيسة وشوارع متصلة مع بعضها، أكبر شارع أكبر ميدان في محافظة أسيوط.
أما قنا فأطلقت اسم ابنها الشهيد أحمد عبد الفتاح على إحدى المدارس الابتدائية بعدما استشهد في اشتباكات مع عناصر إرهابية في صحراء أبو طشت شمال المحافظة. ولما تغير الاسم لاسم الشهيد أحمد عبد الفتاح لقى قبول أو تلقى قبول كبير من أهالي المنطقة اللي هي منطقة المنشية، ولقى قبول كبير جدا من مع جميع العاملين في المدرسة، لأنه ابن من أبناء هذه المدرسة الذي تفوق فيها في المرحلة الابتدائية، غير أنه هو كان على خلق عالي جدا ولقى استحسان وحب كبير من أهالي أهل الشهيد أحمد عبد الفتاح أن أطلق هذا الاسم على مدرسته الابتدائية التي تخرج منها. فإحنا أولادنا طول عمرهم رجالة بيخافوا على البلد، بيخافوا على الوطن، بيخافوا على أمهاتهم، بيخافوا على كل شيء يمس مصر. أسماء شهداء وغيرهم ترفع على عدد من المدارس والميادين في مصر لتظل قصصهم تروى على لسان أبناء هذا الوطن.